خليتكم مع صوت القرمشة اللي كان لازم تسمعوه باش تعرفوا مدى قوة الوصفة ونجاحها، وقوة العجين المورقة اللي كنت حطيتها لكم في فيديو سابق، شحال ناجحة ومقرمشة ومورقة 100%. شوفوا معايا هذه المملحات الأكثر من رائعة، مملحات بحشوة بسيطة وبزاف بنينة، ولكن النتيجة تاعهم قنبلة، مورقين لدرجة بزاف بزاف. كي تاكلوهم ما تحسوا روحكم راكم تاكلوا في الميلفاي. اون بليس دو سا غادي نعطيكم النصائح الضرورية والملاحظات الهامة لنجاحها وكيفاش الطيب، باسكو كلشي العفصة في الطياب. تبعوا معايا حتى لتالي الفيديو. قبل هذا نقول لكم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ونقول لحبيباتي السلام عليكم ورحمة الله، وان شاء الله تكونوا غاية وان شاء الله تكونوا بصحة وعافية. كما شفتوا الشيرات هنا كانت عندي نص حبه بصل، نص حبه فلفل خضر، ونص حبه فلفل احمر. درت فلفل الوان، كيما تبغوا تنوعوا تنوعوا، المهم ما تكتروش. كيما شفتوني انا ما كترتش الخضره باش نكتر الكفته وتجيني بنتها اكثر من الخضره. درت في مقله شويه تاع الزيت وحطيت فيها هذيك الخضروات اللي قطعتها بزاف بزاف قطع صغيره ورقيقه. غادي نزيد معاها شويه تاع ملح وشويه تاع حرور اللي هو الفلفل الكحل. هذا ما ندير، نحطها على نار متوسطه، نقلب مرة على مرة، ونخليهم حتى هذوك الخضراء يطيبوا، ما تنسوش تغطوا عليهم ونخليهم يطيبوا. هنا عندي كفتة تاع الدجاج، صدر تاع الدجاج مرحي مع شوية ثوم ومعدنوس. غادي ندير له الملح، سكنجبير، والحرور. تاني ما كترتش التوابل باش نحافظوا على البنة تاع الكفتة. ما تنسوش بلي غادي نخلطوهم مع الفلفلة والبصلة. نخلط غاية هاد لي زيبيس في هذيك الكفتة هكا باش نخلطها معاهم في المقله. هنا يا الشيرات بعد ما طابت لي الخضره تاعي وطابت مليح، نروح نجيب هذيك الكفته ونحطها معاهم. شفتوا حشوه بسيطه تنجموا ديروا بها بزاف مملحات تاع كاع العجين اللي تبغوه، كي المملحات تاع المقله ولا تاع الفوغ ولا تاع هكا لاباط فويت. هنا طيبت هذيك الكفته وحليتها غايه كيما هكا. من بعد غادي تحسوا بلي طلقت لكم بزاف الماء، غادي تزيدوا للنار، تقلعوا الغطاء وتخلوها حتى تنشف من هذاك الماء، ديروها في طبسي على جهه. هنا عندي فرماج مبشور، جبن مبشور، وعندي هذيك لافاخس اللي كانت طابت وخليتها نشفت غايه من السوائل اللي طلقتهم. هنا عندي لاباط فويتي اللي هي العجينه المورقه، هذه كنت حطيت لكم فيديو سابق تاع طريقه تحضير العجينه المورقه. العجينه هذه بزاف بزاف ناجحه، سهله وبسيطه بدون تعب بدون جهد وبدون ما تدي لك الوقت. نقول لكم غادي تلقوا الرابط تاعها هنا الفوق فوق الفيديو، وتلقوه تحت اسفل في صندوق الوصف، ولا تدخلوا القناه وشوفوا الفيديو اللي قبل هذا. راه بزاف شابه وسهله، وراني درت كما شفتوني كيلو تاع فرينه خرج لي 2 كيلو تاع عجينه مورقه. دسيت كيلو في الكونجيلاتور خليته لوقت الاستعمال كي يكون داير حريره ولا باغيه لي صالي ولا نجبدهم، وحطيت وحليت هذا الكيلو درت به اليوم الوصفه تاعنا. هنايا عاونت روحي بالفرينه وحليتها على شكل مربع هكا. شوفوا السمك كيفاش لازم يكون الشيرات، ما ترقوش العجينه المورقه، لا رققتوها بزاف غادي ما تتورق لكمش في الفور وتجيكم معجنه. كي شغل خليها شويه حوالي 3 حتى 4 مليمتر، خليها شويه غليظه. هنا قطعتها مربعات، ماذا بكم تسيو باش يكونوا المربعات متساويين، عينك هي ميزانك. هنا قطعت المربعات تاعي فرقتهم هكا باش تجيني الخدمه سهله. نجيبوا لافاخس، هنا ماذا بكم الحشو يكون بارد. هنا وجدت حبه بيض قدامي، ديري حبه بيض كومبلي ما تزيدي لها والو، ضربيها غايه باش تتخلط لك مليح مليح وحطيها حداك. نديروا كميه تاع الحشو. هنايا ثاني كشيرات ننصحكم ما تكتروش الحشو بزاف باش تخلوا لها ليسباس باش تتبلع لكم العجينه، خلوا الاطراف هكا باش تبلعوهم من بعد وما تخرج لكمش لافخس تاعكم في الفوق. هنا حطيت شويه من الحشو، ونزيد نحط شويه من الفرماج رابي تاعي. وهنا كيفاش غادي نبلعها، غادي نجيب هذاك البيض اللي كنت موجداته وبالبانسو ولا غير بصبعك مسحي كاع الاطراف، مسحي كاع الاطراف تاع العجينه المورقه تاعك هكا. وهنا تاني ملاحظه، البيض ما تخلوش يدفق لكم في الاطراف. كيفاش نقول لكم، يعني البيض ما تخلوش يهود لكم منه ومنه، فهادي كيما وريت لكم دروك باش من بعد تطلع لكم، سينو غادي يلصق لكم الطبقات وما يطلعوش.
وهنا غادي نبلعها هكا، شوفي رفديها وبلعيها في غردك. وتاني هنا ما تزيريش بصباعك، هنا درنا البيض باش هو اللي يلصق، هنا ما رانيش نزير ومانيش نضغط بصباعي. قلت لك الا ضغطتي هكا وزيرتي بزاف غادي هادوك الطبقات توريق كاع غادي يروح لك. هادو كاع نصائح وملاحظات هامه، شحال من وحده ما تديرش على هاد النصائح ولا ما تكونش تعرفهم، تحب تبان لها حاجه عاديه بصح من بعد كاع هذاك التعب تاعها في العجينه المورقه في الطياب وفي هكا كي تجي تخدم لي صالي تاعها ولا ميم حاجه سكري تخسر كاع العجينه تاعها وتقول لك هي ما خرجتليش. هي ماشي العجينه ما خرجتلهاش، هي هاد الصوالح اللي تغفلت عليهم. قلت لكم ما تزيروش كي تلصقوا، خلوا البيض هو يلصق لكم، هو يخدم خدمته نتوما غير هكا ابان بصبعكم. هنا ستفت اللواله، شوفوا الكميه هذه هي، وزدت ربع حبات واحد اخرين تاني درتهم في صني واحد اخر، يعني كميه ما شاء الله 13 حبه يعني وكبار، يعني الحجم كبير، راني دايره مربعات كبيره. المهم دهنتهم بالبيض من الفوق، وهنا يشيره طريقه الطياب، طلعي البلاط تاعك كاع الفوق تحطيهم في الفرن الساخن بزاف اللي يكون حامي، بصح كي تدخليهم الفرن غادي تنقصي للنار، تنقصي الفرن تاعك خليه نار ناقصه والبلاط تاعك كاع الفوق، شوفي باش يطيب لك من تحت كيما هكا. شوفي كيفاش طيبتها ما انحرقت لي ما والو، خليتها تطيب. شوفوا تدي لكم الوقت، خلوها تطيب على اقل من مهلها باش تتحصلوا على التوراق هذا وتتحصلوا على القرمشه، والداخل ما تقعد لكمش معجنه تقعد خضراء، الداخل طيب لكم ورقه بورقه. صاي الشيرات قلت لكم طلعوا البلاط تاعكم كاع الفوق ونقصوا كاع للنار وخلوها تطيب، كي تشوفوها طابت غايه وطلعت لكم غايه كيما هكا هودوا البلاط تاعكم ثاني كاع تحت وشعلوا عليها من الفوق، خلوها تدي هذا اللون الذهبي الشباب. وشوفوا لي هاد القرمشه الاكثر من رائعه، على بالي بلي الفيديو تاع اليوم عجبكم ان شاء الله يا ربي. المهم نتوما دعموه لي بجام، بارطاجوه في مواقع التواصل وبارطاجوه لصحاباتكم. نخليكم حبيباتي الى فيديو لاحق باذن الله. سلام.